إلى الموضوع الليبي، ففي وقت بحث فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح الوضع السياسي وسبل الخروج من الانسداد السياسي خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية طرابلس، التقت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز بصالح لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة والتي تواجه صعوبات وتعثر. وأكدت مصادر متطابقة وصول رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن المسار الدستوري والسلطة التنفيذية. إذن نناقش في المشهد الليبي، في وقت بحث فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح الوضع السياسي وسبل الخروج من الانسداد السياسي خلال لقائهما في العاصمة المصرية. إذن حراكا سياسيا تشهده القاهرة بين أطراف ليبيا. التقت أيضا مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز بصالح لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة والتي تواجه صعوبات وتعثر كما أفادت الأنباء. وأكدت مصادر متطابقة وصول رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن المسار الدستوري والسلطة التنفيذية. طبعا سنناقش في هذا المحور طبيعة الحراك السياسي الذي تشهده ليبيا ودوافع ستيفاني ويليامز للجمع بين صالح والمنفي والمشري في القاهرة، وإلى أي مدى ربما هناك مخاوف من فشل هذه المحادثات والتي كانت ربما تشكل لويليامز أو تنظر لها كأمل أخير للتوافق. أيضا التساؤلات مطروحة إن كانت أي اتفاقات أو أي تفاهمات تتم في القاهرة ستكون ملزمة لبقية القوى الليبية الأخرى. إذن في وقت بحث فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح الوضع السياسي وسبل الخروج من الانسداد السياسي خلال لقائهما في العاصمة المصرية، التقت أيضا مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز بصالح لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالكاتب الصحفي السيد جهاد أبو فلاح. أهلا بك سيد جهاد معنا. بداية، كيف تقرأ كل هذه التحركات أو هذا الحراك السياسي الليبي في القاهرة؟ يعني شكرا لك على الاستضافة. طبعا من المؤكد أن هنالك جهود إقليمية بالتحديد لمحاولة استيعاب التطورات الحادثة في ليبيا ومحاولة منع حالة التدهور التي تتعرض لها ليبيا في وانزلاقها باتجاه حرب داخلية بين مجموعات المسلحة والانقسامات التي تحدث، وبالتالي هنالك تحرك من جانب القاهرة وهنالك أيضا تحركات مغربية وأيضا جزائرية لاحتواء الأزمة
او على الاقل محاولة الاستقطاب الأطراف السياسية المقربة من القاهرة، المقربة من المغرب إلى آخره. ما يحدث اليوم في القاهرة هي محاولة مصرية لاحتواء هذه الأزمة، حيث تم الدعوة أو بمعنى توجيه الدعوات إلى ثلاثة أطراف أساسية في المشهد الليبي، وهي البرلمان ممثلا بعقيلة صالح، وأيضا السيد خالد المشري وهو رئيس المجلس الرئاسي، وأيضا السيد المنفي وهو أيضا من القيادات الليبية الأساسية. هذه المشاورات لم تتضح بشكل كبير ما هي التي ستتمخض عنها، لكن من حيث الأطراف التي تشارك في هذه الدعوة هي تشير إلى أن المحاولة المصرية لتعزيز نفوذ مجلس النواب، وأيضا أحدثت مصر اختراق عبر استقطاب خالد المشري إلى هذا، أو دعوة خالد المشري وهو مقرب من طرابلس ومحسوب على المجموعات أو القوى إذا بدك في العاصمة طرابلس. طيب يعني سيد جهاد، هل يمكن المراهنة على هذه المحادثات؟ يعني كان هناك العديد من جولات المحادثات والمفاوضات السابقة والتي تنظر لها ويليامز على أنها ربما الفرصة الأخيرة أو أمل أخير للتوافق؟ يعني أستاذ سوسن، هو منذ سنوات، يعني منذ عقد من الزمان ونحن نتحدث عن مفاوضات يعني تحدث هنا وهناك. يعني تذكري بأنه كان هنالك جلسات حوار معمقة وكبيرة وشاركت فيها أطراف مختلفة من الليبيين في المغرب، وأنتجت هذه المباحثات حكومة وتوافق إلى حد ما. ما أن تنتهي هذه المفاوضات حتى تبدأ خلافات جديدة. للأسف ليبيا تعيش حالة من الفوضى وتعيش حالة من الاستقطاب الحاد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي. ما يحتاج الوضع في ليبيا هو ليس فقط التفاوض بين الأطراف الليبية نفسها، يحتاج إلى مفاوضات بين القوى المتدخلة في ليبيا والتي هي أيضا تخوض صراعات. يعني خذي مثالا على ذلك، هنالك دور لروسيا، هنالك دور للولايات المتحدة الأمريكية، هنالك الحضور الفرنسي والإيطالي والإسباني. كل هذه الدول الكبرى التي لها تسعى لتحسين شروط حصصها في هذه الدولة النفطية الغنية، هي يعني هنالك حجم من الاشتباك كما هو معروف تحديدا بعد الحرب في أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه الدولة يعني روسيا والولايات المتحدة تستطيع أن تجلس على طاولة واحدة لحل هذا الخلاف؟ القضية ليست فقط ليبية، القضية إقليمية ودولية، وبالتالي حتى لو عقد المؤتمر المباحثات في القاهرة أو عقدت في المغرب أو في الجزائر أو في أي دولة أخرى، ليس من المرجح أن يتم التوافق أو الوصول إلى حلول حقيقية أو جذرية للأزمة في ليبيا، وقد تساهم في تعقيد المشهد أكثر مما هو معقد أصلا. شكرا جزيلا لك سيد جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي على هذه المشاركة. كالعادة يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب والتواصل معنا عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نهاية أضواء على الأحداث، إلى اللقاء.